عمر، فاروق، سلطان، حظك الاسود اللي وقعك معايا. لورا، عمر سلطان وصل مصر وقعد مع عايده، بعدين راح قعد مع فريده. بس فريده عملت ايه؟ سابته وجريت عشان تجهز وتقعد معايا. تعرف معنى الكلام ده ايه؟ الماتش الحقيقي ابتدى. يعني العشاء النهارده هيبقى احتفال بمناسبتين. المناسبه الاولى قلب فريد اللي جايني، والمناسبه الثانيه الماتش ابتدى. It's show time. It's show time. Yes. طبعا انت عارفة في اوروبا لما بيحتفلوا بفنانة عظيمة زيك بيحتفلوا بالشمبانية. ايوة بس انا ما بشربش. عارف انا عارف عاداتنا وتقاليدنا الشرقية كويس، عشان كده قلت لهم يجيبوا لنا عصير. بس لازم تعرفي ان انا بعتبر ده احتفال باول عشاء مع اجمل فنانه حقيقيه بتتكلم عربي قابلتها في حياتي، عشان كده حاولت اعمل شويه طقوس يعني على قدي. ميرسي يا نجيب. قولي لي، كملتي اللوحه اللي شفتها في المرسم؟ لا لسه شويه. لا لا لا، ايه ده؟ هتكمليها وبسرعه. ليه بسرعه؟ عشان انا خلاص حجزت لها مكان في فيلتي اللي في ميلانو، وعايز تاخد مكانها بأسرع وقت ممكن. يا سلام. طيب هنشوف الكلام ده بعدين. وأنا بستنى. بص بقى يا نجيب، أنا مش هخليك زي كل مرة تاخد الكلام في ملعبك. خلاص يا ستي، الكورة في ملعبك، كلمي أنت. نجيب أنا مستغربة نفسي، أنت إزاي قدرت تخليني في فترة قليلة جدا دخلك بيتي وتعرف أهلي تخش المرسم بتاعي، وانا كل اللي بعرفه عنك ان انت نجيب المرشدي رجل الاعمال. انا عاوز اعرف انت مين بالظبط. يعني السؤال ده قلق ولا حب معرفه ولا ايه؟ هما الاثنين. حد حر بيقولوا عليه مجنون. صح، انت صح. ايه يا فريدة، في ايه؟ مالك؟ لا ولا حاجة. احنا ممكن نمشي؟ والعشاء؟ معلش نعوضها مرة تانية، انا عاوز امشي. ماشي زي ما انت عايزة. سمح. عايزه اشرب معاك كيس، ممكن؟ بس بقولك ايه، من غير الوش القفش ده، هو انت جاي تنبسط ولا جاي تعكنن على نفسك؟ يا بنتي ليه فاكره نفسها مين؟ مالها بس؟ يا فاكره كده انها ركبتني؟ انا تجيبني هنا وتقول لي جايه وما تجيش، ده انا اضربها بالنار وادفنها هنا. انت عايز منها ايه؟ هو انا وحشه قوي كده؟ ايه مش عاجبك خالص؟ انتي ست الكل، انتي بمقام 100 واحده زيها. امال ايه بقى؟ ميرفت ما انتي عارفه بقى. ان جيت للحق انا ما كنتش راضيه على اللي بيحصل ده خالص، بس اعمل ايه بقى؟ ما كنتش قادره اتكلم، ده انا ما كنتش طايقه نفسي. دي بنت زباله ملهاش في الطيب نصيب. مش كده برضو؟ ده كده وكده وكده. ايوه كده. صحتك. بصحة المزاج العالي.
العالي قوي. بقول لك ايه يا ميرفت، انا كان نفسي كده ترقصي. بس كده منين معيني الاتنين؟ من هنا اهو، قولنا اهو. ايوه بقى. ايه انت لسه قافش ولا ايه؟ ميرفت انا مش قافش منك. بتفكك منها بقى. وانا هفكني من مين ولا مين؟ بس انا قلت كده برضو من اول ما شفتك. قلت ايه بقى؟ مقضيها يعني. ما الناس كلها مقضيها وانا بس اللي مقضيها. ليه بس؟ انت حاجة تانية خالص. حاجة تانية ازاي يعني؟ يعني انت بقى دماغك ناشفة، واللي تقولك لأ تكهربك وتقفش فيها أكتر. أنا طول عمري كده من وأنا صغير، الحاجة اللي أبويا يقولي عليها لأ تفضل في دماغي لحد ما أخدها. طب أحكي لك على حكاية زمان. أحكي. زمان وأنا عندي 14 سنة كان في بنت شغالة روسية في الفيلا اللي جنبينا، بس كانت ايه؟ كرباج. 14 سنة؟ اه يا قادر. المهم بقى، الناس دي كان عندهم عيل صغير بس كان ساعتها أكبر مني بسنة أو اتنين، بس واد فرفور من بتوع بابي ومامي، بس لأجل الورد يتسأل اقول ليه. الله ينور عليك. في يوم من الايام بقى جات لي فكره شريره. خدت حبايتين منهم من بيت امي ورحت زرتهم في الفيلا. في اليوم ده بقى ابوه وامه كانوا خارجين، هوب هم خرجوا من هنا وانا قمت حاطط له الحبايتين في الحاجه الساقعه، اتلطش ودار. فضلت انا ومين؟ والموز ده طبعا. اسم الله عليك. طيب بقى انت عارفه ايه؟ يخرب عقلك يا باشا، وعرفت تظبطها كده وانت لسه صغنن. طيب عليك يعني مفيش مره كده ولا كده عقربت معاك؟ مفيش واحده تعقرب مع عادل الكومي. مش القصد، راس الحربه طول ما هو رجليه طرشه بيجيب اجوان، انما ممكن مره يعني رجليه تجلي بس بيفضل برضه راس حربة. في الحالة دي بقى ممكن يلم كور. بس بيني وبينك حصلت معايا في مرة قديمة؟ يعني كانت قريب. اوعى تقولي البت بودة.
ايدك. ما تخافيش يا بنتي يا بودة، كلنا مع ميرفا. وبعدين ايمن باشا لا يمكن يخليه يلمس شعره من راسها. انت ما تعرفيش لما الخمره بتسوق ازاي. بس يا بنتي ده هو راس الحنش اللي بيعمل لنا كوابيس بالليل بعد ما طلع لنا في المقدر. انت تعرفي مين ابوه؟ وانا ورايا حاجه غير ابوه؟ بقالي شهور ما ورايش اي حاجه غير المدعو ابوه. بصي انت بتقولي عليه ايه؟ زي ما تكوني بتتكلمي عن حد تاني يا رباه. اشمعنى يا بده؟ الناس دي يا بنتي ما بيجيش من وراها غير الاذى. اهو اللي بتقولي عليه ما بيجيش من وراه غير البلاوي والاذى ده هو اللي جاب لي حقي من ابنه قدامه تالت ومتله. الله، يعني انت شايفاه راجل حقاني بعد اللي عمله في رباب يا بودة؟ في ايه يا اختي؟ لا طبعا. عبد الفتاح الكومي يا حبيبتي عمل معاك كده عشان ما تعرضيهاش. قال يلم الموضوع بدل ما تسيحي لابنه وتدخليه في الحيطه زي ما انا عملت. بقول لك ايه؟ ده رضاكي بكلمتين يا حبيبتي عشان يلم الليله. الناس دي جلدها تخين وما بتحسش، ممكن يسيبوا التراب عشان يفضلوا مفنجلين عينيهم في ادخن تخين وما يتلطوش. عرفتي يا حبيبتي؟ مش احنا قاعدين مستنيينه؟ اه هتشوفي بعينيك. ميرفت يا بنتي يا ميرفت.